وإحقاقا للحق. احنا عملنا الفيديو اللي قبل ده عن الفائز من المشاهدة على الفيديوهات، صح؟ فامبارح انا فتحت حفلة نص ساعة بس، نص ساعة بس، تمام؟ فزي برضو ما كافئنا اخواتي، وانا طبعا مش يعني ايه ده الحاجة، والله لو اقدر اكتر من كده هعمل، زي ما عملنا على الفيديوهات ان شاء الله برضو هنعمل على البث المباشر. عملته برضو، هناخد ده البث المباشر بتاع امبارح 30 دقيقة، 31 دقيقة بالظبط، يعني نص ساعة، تمام. هناخد اول الناس اللي دخلت على البث المباشر اول ما اشتغل، هناخد 5 بس من اول ما البث ايه اشتغل. في فرق يا جماعة، الناس اللي كتبت قبل البث ما يبدأ وما جاتش، فهو بعد يعني البث اول ما اشتغل، تمام. يعني عندك هنا بالايه بالسالب، سالب ساعة و13 46 سالب كذا، يعني ده قبل ما يبدأ، قبل ما يبدأ، تمام، قبل ما يبدأ، 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 صح كده. اهو هندخل بس نقدم شوية كده ونشوف من اول فين الموجب ده، سالب سالب ده بالسالب برضو، ده اول حاجة خالص بعد 59 ثانية من بداية البث. قناة بسم الله هنسجلها معانا، او هنكتب على طول في عجلة الحظ على طول، هنا نكتب بقناة بسم الله. وشرط يا جماعة، شرط يعني عشان نكون منصفين برضو، اللي هيشوف الهدية بتاعته، يعني ده لو حد منهم ربح ان شاء الله، يعني لازم يكون هو متواجد اول ما هيشوف البث، مش متواجد معايا بس، لا مش كده، يعني لازم يكون هو متواجد في البث في الحفلة او في الفيديو اللي نزل على الاقل في اول نص ساعة يعني، تمام. ده شرط، ده اللي انا بقوله دايما، يعني عشان كده برضو في الفيديو اللي فات خدنا اول، يعني اول ناس دخلت على الفيديو، صح كده. طيب دخلنا ايه قناة بسم الله، ده اول حاجة نقدم شوية اللي هي دي، تمام، اهو نعلم عليها كده عشان يفضل زي ما هو. بعد كده قناة بوسي المفروشات، اهي قناة بوسي المفروشات، اتنين هنا، نكتب هنا قناة بوسي للمفروشات، تمام. تالت حاجة غدير برضو، على رأس غدير، غدير معناها حساب، تمام. لأ نرجع كده تاني، احنا فين التعليق اللي كنا عاملين؟ تمام. لأ نرجع كده عشان بس اهو قناة بوسي دي اللي كانت متعلم عليها اهو، نرجع وغدير بعدها بوسي المشاهد، تمام. ناخد هنا او مشاهد، طب نغير المشاهد زازا، نكتب لها المرة دي زازا يعني ماشي، قناة مطبخ زازا او مشاهد. ننزل كده تحت، بعد كده اخونا صالون مغربي، صالون مغربي مع احمد، صالون مغربي مع احمد. احنا قلنا حضرات الحاجات دي هتبقى مفاجأة ومش بصفة دورية، يعني هتكون مفاجأة في اي وقت ومش بصفة دورية، تمام. احنا كده خطرنا كام؟ 1 2 3 4، لسه واحد، يا ترى مين اللي هيجي بعده؟ يا ترى مين؟ ادي بوسي تمام ومغربي تمام ومشاهد وقناة بسم الله موجودة، تسلمي صلاة، تمام. عاد الفكرة ومعلومة، كده اخترنا حضرات الخمسة اللي دخلوا الأول، صح؟ عند الفكرة، تمام. كده بقوا كام؟ الخمسة. اخترنا ايه؟ 1 2 3 4 5، صح كده؟ كده تمام. طيب ايه رأيكم نصفيهم، يعني ناخد 2، يعني نلف العجلة كده، نرجع كده نلف العجلة وناخد 2، ولا نختار مرة واحدة؟ مش عارف، ايه رأيكم؟ انا بقول نصف 2، يعني نعمل مرة واللي يطلع نسجله، ونعمل كمان مرة واللي يطلع نسجله، صح كده ولا ايه؟ نجرب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل كده، هنصف مرتين يا جماعة، تمام؟
صالون مغربي. تسلم تمام، مليون مبروك. هنشوف برضو، هنصفي مع حد، هنصفي مع حد، يعني هنعمل كمان مرة. أم مشاهد. يبقى إن شاء الله هنصفي بين صالون مغربي وأم مشاهد. تمام كده، يبقى احنا هنصفي بين مين؟ بين صالون مغربي وأم مشاهد، صح؟ صالون مغربي وأم مشاهد. يبقى كده معانا أم مشاهد وصالون مغربي. إن شاء الله الاتنين دول هنصفي بينهم، ولكن بإذن الله في البث المباشر النهاردة إن شاء الله. ولا نصفي دلوقتي؟ عايزين ايه؟ مش عارف انتوا عايزين ايه. ما انتوا ما بتردوش عليا، والله ما بتردوش عليا. على المهم هي دي بتفضل زي ما هي، الاتنين دول هيفضلوا كده زي ما هما. تمام، وان شاء الله هنشوف مين ان شاء الله اللي هيكسب النهارده في البث المباشر. يعني انا كده بس. بصوا يا جماعه، برضو بعض الناس امبارح يعني كان في بعض الانتقاد، عشان بس تكون المعلومه يعني دقيقه. انا امبارح احنا قلنا ده هتبقى بصفة يعني في اي وقت، يعني بصفة مفاجأة اي وقت هاخد اختار اي فيديو وان شاء الله نقدم عليها برضو نفس الهدية اللي هو اعلان ممول. تمام، عشان يكون حاجة رسمية من قبل اليوتيوب، اليوتيوب اللي بيقول بيها هو هكذا يعني. بس فضلا اللي يكسب يعني يكرر فيديو، يختار فيديو يكون مناسب للاعلان الممول، لاعلان عن قناتك يعني. نرجع للموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه، اللي هو في بعض الناس كانت بتقول الاختيارات، يعني انت ازاي انت اخترت مثلا اللي قال الف مبروك بس. ما في بعض الناس ممكن ما تقولش الف مبروك وتكون شاهدت الفيديو كامل. مش انا يعني الهدف مش ان انا شاهدت الفيديو كامل او ما شاهدتش، الهدف انا بصيت على الفيديو فعلا، يعني دخلت وقلت السلام عليكم ومش عارف وخرجت شرح جامد مش عارف ايه مبروك مش عارف، يعني انت عملت كده وخلاص. ولا هو الفيديو كان 3 دقايق وشويه، 3 دقايق وحاجه بسيطه. تمام، فاللي دخل اللي كمل الفيديو للاخر، يعني اللي دخل الفيديو انا في اخر الفيديو في اخر دقيقه تقريبا من الفيديو، هم يعني بعد دقيقتين ونص كده قلت القناه الحمد لله، او دقيقتين بالظبط، قناه اختنا حلمي الحمد لله ربنا وفقنا ورجعناها للربح، باركم لاختكم تمام وربنا يبعد عنكم كده، كملت الفيديو يعني. فاللي هيسمع دي طبعا من الطبيعي ان هو هيكتب الف مبروك، يعني اللي كتب الف مبروك من يبقى هو ده اللي كمل يعني، او اللي سمع او اللي انتبه مظبوط يعني. تمام، فهو ده اللي اخترت عشان كده يعني، عشان بس ما حدش يعني ايه. والله العظيم ونزلت برضو باخر التعليقات، لو رجعت انت للفيديو اللي قبل ده هتلاقيني رجعت نزلت فتحت التعليقات بتاع الفيديو ده وعملت شلت اللي هو لم يرد عليها علشان يبقى كله رديت وما ردتش. وعندك هنا عملت الايه، عملنا اللي في الجنب كده الاحدث اولا. تمام، الاحدث اولا، الاحدث اولا، ونزلت تحت جبت التعليقات من تحت، يعني اول ناس دخلت على الفيديو برضو، وكذلك في الحفلة اول ناس برضو اول 5 دخلوا على الفيديو ده اللي اخترتهم، وربنا وفق الجميع. وان شاء الله يعني ايه هتتكرر بس على فترات، على فترات ومفاجأة برضو، يعني مش هتبقى فضل يعني بصفة دورية او في ميعاد معين او كده يعني، هتبقى ان شاء الله مفاجأة في اي وقت. وربنا يوفقكم جميعا يا رب، اللهم امين. ومش عارف اقول ايه بقى، مش هنقول اي حاجة، هنصفي برضو الاتنين دول، هنسيبهم هنصفيهم ان شاء الله في البث المباشر. تمام، النهاردة برضو ده الافضل، صح ولا ايه؟ بقولوا لي في التعليقات بعد كده نسيبها ولا نكمل على طول يعني. يلا في أمان الله جميعا، سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته، في أمان الله.